الأنظمة كانت سابقا بالعراق وسوريا متشابهة من حيث الاعتقالات، من حيث السجون، ومن حيث كل شيء تقريبا. يعني أنا أذكر أغلب أدبائنا الأقدم، يوسف الصايغ، ظفر النواب الله يرحمهم، أبدعوا بالسجون. أعذب ما أصدروه كانوا بالسجن. فتجربة حضرتك أنت بالسجن أثرتك، أثرت بيك، كانت نوع من الهروب لعقلك من الضغوط، من التعذيب، من القهر، من تهرب إلى الكتابة، أو العكس صحيح، الشيء اللي سووه عليك، الضغوط اللي تمارست عليك هي اللي أغنت الكتابة مالتك، قوتها، أغنت وأثرت الكتابة عندي، دفعتني للتفكير بشكل آخر. يعني العالم المختلف الذي صرت فيه أو صرت أنا جزءا منه يجب أن أتعامل معه بمعطيات جديدة وأفكار جديدة. أصبح الكتاب لا معنى أن تمسك كتابا، أصبح له معنى آخر حقيقة. أن تحظى تحصل على قلم وورقة أصبح له معنى مختلف. قيمة الورقة التي سلوفان علبة السجائر التي ترمى أصبح لها قيمة كبيرة جدا. يعني يمكن أن تكتب عليها قصيدة، تكتب عليها رسالة، تكتب عليها شيء. هذه المسائل الحقيقة تغني تجربة أي إنسان. أنا اخترت ليس على قدري، أنا باعتباري أنا يعني لي علاقة بعالم القراءة والكتابة، أن أذهب إلى الكتاب، أن أحافظ على تنمية موارد المعرفة في داخلي وفي روحي. وكان هذا حاجة مستمرة ودائمة أن أبحث عن الكتاب. ولذلك أنا قلت في أحد الملاحظات أنني أجبرت السلطة، سلطة السجن، أجبرتها على أن تدخل الصحيفة لي. هاي في ليبيا. في ليبيا. في سوريا. أما في سوريا كنت أنا موقن تماما أنني لن أخرج حيا. يعني في لحظة من اللحظات أنا غبت لمجرد المعرفة أنهم أخرجوني في الساعة الثانية فجرا أنني ذاهب إلى مكان لا رجع فيه. يعني بعد ما واجهت عقوبة الإعدام وطلب إلى عقوبة الإعدام أمامي في السجن، وكما تفضل الأستاذ كمال كنت أنا ساخر وضحكت. يعني ما الهراء الذي تقوله؟ أنا لست بخائف، حتى في التحقيق قلت الإعدام لست خائف، لكن الكلمة سوف تخرج والكلمة المكتوبة سوف تقرأ، وبالتالي أغنت تجربتي حقا، وما تزال تغني تجربتي، وما زلت أعود إليها وأشتغل عليها. القمع والاستبداد يعني بمجتمعاتنا، هي الأنظمة الغربية المسؤولة عن هالشيء؟ بس النقطة مهم جدا الحقيقة، ليست الحكومات الغربية أو المجتمعات الغربية مسؤولة بمسؤولية مباشرة. كل سلطة هي تصنع استبدادها بنفسها خدمة لوظائفها وأهدافها وما تريد حقيقة. يعني أنا أدب السجون في سوريا قبل 1970 كانت هناك رواية السجن لنبيل سليمان، ويعني هناك مع كثير من الملاحظات على تلك الرواية للصديق نبيل سليمان. ولكن ظهر أدب السجون في سوريا بعد عام 1970 عندما وصل الدكتاتور الأسد الأب إلى السلطة. هذه مؤشر مهم. لكن ما كان لهؤلاء المستبدين بكل استبدادهم وبطشهم أن يستمروا لولا أن السلطات والحكومات الغربية كانت تغض الطرف عن أفعالهم في الداخل بدعوى أنها قضايا وطنية، وأنها كانت تستغلهم سياسيا في القضايا الدولية إلى أبعد درجة ممكنة، إلى أبعد درجة ممكنة. كانوا يستغلون الصراع الإقليمي الموجود في البلدان العربية في الغرب، يتعاملون معهم مقابل الصمت على ما يفعلون، ولذلك يتحملون مسؤولية. هم شركاء في هذه المسؤولية. يتم اعتقاله لقصة كتبها، تم تأويلها كما يشتهي النظام أن يؤولها لأنه ليس بعثيا مثلا،
ويعتقل بعد 7 سنوات ثم يخرج مثل هو شاب أسمر، أتحدث عن القاص هيثم الخوجة، ويخرج بعد سنة بعد 7 سنوات شاب أسمر كان مهندس زراعي يكتب قصة رائعة جدا. بعد 7 سنوات يخرج من المعتقل مثل بيضة مسلوقة باهتة ثم يموت. من مسؤول عنه؟ ليس فقط السلطة أولا وأخيرا، ولكن نحن حينما نصمت على اعتقاله، عندما نصمت على السلطة، عندما نخاف، عندما لا نمتلك الشجاعة خوفا من أن يتم اعتقالنا، أو لكن السلطات عندما تجد أن هناك تيارا كبيرا من المثقفين يعرفون كيف يتحدثون، أنا حتى لا أقول أن يعني تريد أن تذهب بالجميع إلى السجون، يجب أن نعرف كيف أيضا نتحدث، يجب أن نكتب ويجب أن نقنع في كتابتنا. بس بالنسبة لأدب السجون بشكل عام، البعض يقول إنه كثير من أدب كتابات أدب السجون فيها مبالغة، شو رأيك في هاي يعني إنه في مبالغة وإظهار يعني زيادة عن اللزوم؟ يعني بعض بيستشهد مثلا على ما أذكر بزينب الغزالي مثلا في كتابها عن يوميات في سجون عبد الناصر، إنه ثبت إنه كثير من قصصها كذب، فشو رأيك بالموضوع؟ بس يعني أنا سأشير إلى تجربتين مهمتين، واحدة منهم تجربتي. أقرأش كتابك لسه. يعني أنا سأعطي مفتاحا يعني في المسألة. حقيقة بعد ما عشت تجربة السجون أنا في سوريا وفي ليبيا، وعرفت تجارب الآخرين أيضا، اطلعت عليها ليس من خلال الكتب ولكن اطلعت عليها من خلال أحاديثهم، يعني شباب كانوا يفضون إلي ببعض ما لديهم مما حدث لهم، شيء مبهول لا يصدق. ما كتبت أنا في روايتي هو تجربة إلى حد ما قريبة من الواقع. ما كتبه مصطفى خليفة في القوقعة، أنا كتبت الرواية داخل السجن في 2007-2008، خرجت من المعتقل الأول أو الثالث في 2011، ربيع 2011. لم أكن أعرف شيء اسمه القوقعة ولا مصطفى خليفة حقيقة، كنت في المعتقل وصدرت أثناء وجودي في السجن. قرأت الرواية وفيها كثير من الأحداث والقضايا مما يظن البعض أنها مختلقة، مثل قصة السجين الذي أرغم على أن يأكل فأرا، إلى أن عرفت من هو السجين الذي فعلا في على قيد الحياة أجبر على أن يبتلع الفأر مقابل أن يتعرى، أما يتعرض للاغتصاب أو أنه سيأكل الفأر في سجن تدمر، وأكل الفأر وهو حسن الهويدي، كان مقيم في الولايات المتحدة وتوفي قبل 2 أو 3، شخصية حقيقية. وبالتالي إذا كان هناك تضخيم فإنه لدواعي الكتابة الأدبية، أما الحقائق فإنها صادمة وقوية، ومهما كتبت أحيانا فهو غير كافي. غير إنسان. مطر مثقف مختلف، ولعل من جوازه أن أتعرف على صالون أكسل كبار رياحي وأذهب في الويكيبيديا ثم يقطعني الطريق لوصولك، لكن شاغبتني بأمرين. أولاً أعجبتني كثيراً بطريقة البودكاست اللايف هذا اللي يسوي لنا في الصالون، هذه طريقة مبدعة وجميلة. يعني في تاريخ في الصوالين الأدبية العربية المميزة هذا، حتى أنا بالنسبة لي بالمناسبة يعني قمعية النظام في السعودية ووضعه، لكن عشنا في 1990 إلى 2000 حركة صوالين أدبية في السعودية رائدة، يحضرها الشيوعي والإسلام والليبرالي والتقدم، لكن الطريقة هذه أول مرة تراها. والجانب الثاني شاغبتني بالوسامة يا أخي في المكتبة. طبعا يعني تليق بكم، يعني ترى مبدعين.
الكبار وجذبني صراحة، ليس مرة استضفناه في المركز الكندي، لكن جدا وسيمة وأنيقة المكتبة. تحياتي. شكرا للأستاذة يارا. تحياتي للجميع. وبنورس خريج أكاديمية القراء، وهو هنا يتخطى روسو الذي لم تخرجه جامعة خطا، ومناضل الحقوق المدنية الكبير مالكوم إكس. ليس لديهم أي مرجعية أكاديمية، ولذلك حقيقة طبعاً بنورس لديه المتطلب الأساسي، ولكن هذا الإبداع وهذا الحضور الثقافي شكل في 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 جامعة القراء اللي كانت طبعاً في سجن مالكوم إكس لعبت دور كبير، مع أن روسو لم يتعرض لذلك القمع، ولكن سبحان الله في حديثه في المتنزه المنفرد كانت أوركسترا أدبية من تأثره من قضية القمع، وإن كان هو إنجيل الثورة الفرنسية. الجانب الآخر في عبد الرحمن نورس، في عبد الرحمن مطر وأبو نورس، هو أنه من رواق النبلاء. شوف الآن أنا أنتقي كلمات، لو أردت أن أقتبس كلمات من 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 أبو نورس، خاصة في مسألة وحدة المبادئ في دعم الحريات، في التضامن الحقوقي المشترك بين الأطياف، في عدم مجاملة المستبد. اليوم لسنا في عهد مجاملة، اليوم نحن في زمن دعم المثقف لطغيان المستبد. وربما سبقت لي الحديث أستاذ كمال والأخوة، يعني لا، نحن لنا خصوصية في الوطن العربي، ربما لو أدركها جورج بوريل لوجد أن مزرعة الحيوان لها فضاءات أبشع. وربما من هذه الخصوصية أن النازية الإرهابية اللي تمارس على غزة وعلى شعبنا المحتل وبشراكة سيئة قبيحة لعينة من أنظمة عربية، يعني لن تجد له مثيل. أنا قلت أنه واحد من مشاهد غزة، واحد منها، واحد من المشاهد التي رويت، لو حصلت في دولة أوروبية أو تحت رعاية المنظومة الأوروبية أو الغربية عموما، الملك الشمالي أوروبا، لوقف العالم في التغطية الإعلامية ولم يقعد حتى تفرج، فما بالك بهذا الشعب. فحقيقة يعني الجميل في 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 هذا اللقاء، والذي يؤكد عليه في يعني حضور أبو نورس، العلاقات بين الرفاق، رفاق المنفى. وجيد أن المسألة في 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 قضية الموقف من أنظمة المستبد، لدينا قضية مبدئية، ما أعرف طبعا لا أملك جدول لكم من هو اللاجئ السياسي ومن هو المهاجر، لكن أنا ربما يعني يراني البعض عندي موقف راديكالي في قضية الحقوق والحريات، وكان عندي موقف متسامح، أننا هناك مساحة لكي نعذر المثقف أنه يسير في سياق ما يتاح له من التعبير الأدبي، لكن لا نعذره في دعم الموضوع أيا كان هذا الموضوع، أيا كان اختلافه معه، أيا كانت الزاوية. واليوم يعني كثير عالمتني لما قلت ربيع تونس فقط كاتب، لا، ربيع تونس قدم لنا منظومة طبعاً عظيمة طبعاً طبعاً. أنا ملاحظاتي كانت ساخرة طبعاً، نعم، كفاح، فأنا واحد من منظومة من أصواته، وكنت جد. أول من كتب عن أول مقال كتب على الثورة التونسية في نيويورك تايمز كنت كتبته أنا 2011. فهمت أنها عبارة مستفزة. كثير قدمنا لربيع تونس وكثير حريصين على منظومة السلم الأهلي اللي حافظ عليها المناضلين، اللي ندعو لهم بالله يفرج عنهم، ندعو للحمة الوطنية أن تجتمع على المبادئ. فلا أطلت كثيرا، لا ولا يهم، تحياتي لك وشكري لضيافتك، ودوما الرفيق العظيم أبو نورس، أنا أعتز بك كأحد الرفاق الذين يعني استفدت من نبلهم وتسامحهم وكفاحهم. أريد أن أشير لمسألة أخيرة في حق أبو نورس. أبو نورس يشهد الزمن والإمكانيات لكي يحرر أدب وثقافته. رجل انخرط في لقمة معيشته في مجال المصنع اللي بعيداً عن إبداعه وتخصصه، وفي مناوبات ليلية
حتى يبقى هذا الكاتب حرا. دمت حرا شريفا مباركا. نعتز بك يا ابن نورس. شكرا استاذ كمال. شكرا شكرا نورتنا. قبض علي حيطه يعني طبعا لحد ما كان ابو باسل عم يسجل لي الاعتراف قبل شوي. فالشيء المهم التجربه جعلت حواسي جميعها تتفتح للاشياء وتنظر اليها نظره مختلفه. يعني عندما قلت ان تحوز على قلم فهذا له معنى اخر على الاطلاق. اليوم نشتري الاقلام ونرمي بها اينما كان. كل الاشياء في الحياه لها لدى كل شخص منظور ومنظور مختلف. فانا صرت في حال انظر الى الاشياء باتجاهات متعدده متقلبه. مداركي توسعت اكثر. تعاملي مع الاشياء اختلف. تعاملي مع الحياه اختلف. ليس هناك اقدس واسمى من حياه الانسان. وليست هناك اسمى واقدس من حريته. لا اريد ان اقول من لم يفقد الحريه لا يمكنه ان يتحسس قضيه الحريه. هذا تعبير مطلق. ولكن فيه شيء نسبي. عندما يتحدث الشخص لم يتعرض للحرمان من الحريه عن الحريه ويقلل من شانها. حياه مقدسه وحريه الانسان مقدسه وحياته ايضا مقدسه ويجب ان نعمل عليها. والمثقف امامه مسؤوليه كبيره ليست فقط مضاعفه في كشف هذه الجوانب وفي الحديث عنها. لا نريد ان نقول انه يوجه او ينشط او الى ما هنالك او ينظر، ولكن يجب ان نقول ويجب ان نكتب.